هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. أعلنت شركة أديداس الألمانية إنهاء شراكتها فوراً مع مغني الراب الأمريكي كانيا ويست عقب نشر رسائل انطوت على ما وصف بمعاداة السامية في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت الشركة أن إطلالاته هذه غير مقبولة ومليئة بالكراهية وخطيرة. وأعلنت أديداس أيضاً إنهاء تصنيعها للمنتجات التابعة لمجموعة كانيا ويست التجارية ييزي. توفي رجل إيراني وصفته وسائل الإعلام بأنه أقذر رجل في العالم عن 94 عاماً في محافظة فارس جنوب البلاد بعد أشهر فقط من غسله لأول مرة منذ عقود. ورفض الرجل واسمه عمو حاجي استخدام الماء والصابون لأكثر من نصف قرن خوفاً من إصابته بالمرض.